يسعد أيامكم أعزائي المتابعين بكل خير ورحمة. تطبيقنا اليوم راح يكون عبارة عن كيكة اللوتس بنكهة كريم الكراميل، وأتمنى إن شاء الله أنها تعجبكم والمتابعين الجدد. يسعدني جدا انضمامكم للقناة وتفعيل الجرس لوصولكم كل جديد. لوتس and كريم كراميل كيك. This is what I am making for you. I will be happy with your subscribe and comments. بالنسبة إلى المكونات السائلة، راح أحتاج إلى حبتين من البيض، كذلك كاس ونص من السكر، كوب من الحليب، ملعقة من الفانيلا، 3/4 كوب من الزيت. راح أخلط المكونات مع بعض، بعد كده أضيف عليهم ملعقتين من اللوتس وأخلطهم مرة ثانية ما يعادل 2 إلى 3 دقائق. Liquid ingredients: we need 2 eggs, 1 1/2 cup of sugar, 1 cup of milk, 1 spoon of vanilla, 3/4 cup of oil. I will mix it together. Then I will add 2 spoons of lotus. Then I will mix again 2 minutes. بالنسبة للمقادير الجافة، راح أحتاج فيها إلى 2 كوب من الدقيق، 2 ملاعق من البيكنج باودر، كذلك 1 ملعقة من بيكربونات الصودا، وظرف من كريم كراميل، ورشة ملح بسيطة. راح أنخل المقادير مع بعض وأخلطها وأضيفها على المكونات السائلة بالتدريج. Dry ingredients: we need 2 cups of all-purpose flour, 2 spoons of baking powder, teaspoon of sodium bicarbonate, 1 envelope of cream caramel, pinch of salt. I will sift all dry ingredients and I will add them over the liquid ingredients bit by bit and mix them together. As you see in the video, مثل ما هو واضح عندنا بالفيديو، بعد كده أقسم الخليط في قوالب متوسطة. هنا استخدمت مقاس 17 سنتي، وأدخلها بفرن مشغل مسبق على درجة حرارة 160 لمدة 45 دقيقة، وبعد الخبز أخليها تبرد بالكامل. Now divide the cake in 2 medium-size molds and put in a preheated oven at 160 for 45 minutes. After baking, let it cool. بالنسبة إلى الخطوة الثانية وهي كريمة الكيك، راح أضيف 2 كوب من كريمة الشانتيه وأخلطهم. أول ما يبدأ يثقل القوام أضيف عليهم 2 ملاعق من اللوتس و1 ملعقة من النسكافيه وأخلطهم لين تتكون عندي كريمة متماسكة، ولابد أن يكون كريم الشانتيه بارد. Second step: mix 2 cups of cold cream chantilly. When it start to thicken, add 2 spoons of lotus cream and 1 spoon of Nescafe. Mix it together until the mixture turn to heavy cream. بعد كده أجي أحشي الكيكة بالكريمة، وفي نقطة مهمة إن أنا قبل ما أضيف الكيكة أضيف طبقة من الكريمة بسيطة وأحط عليها الكيكة مشان ما تتحرك، والأفضل إني أحط ورق الزبدة عشان تحافظ على نظافة الطبق، وأقسمها وأحشيها بالكريمة وأغطيها بطبقة من الكريمة تكون كثيفة، وأزينها بالطريقة اللي تريحنا. أنا هنا حاولت أنها تكون طريقة جدا سهلة وسريعة في عملية التزيين، وفي النهاية أضفت عليها كمية أيضا بسيطة من اللوتس مع فتات من بسكويت اللوتس، وأضفت عليها كزينة أخيرة قطع من بسكويت اللوتس.
ثيرد ستيب كيك فيلينج، ديفايد ذا كيك as you see in the video, then put a bit of cream on the plate, also as you see in the video, before put the cake and underneath the cake insert butter sheet. It will be keep the plate clean. Now add the cream between cake layers and cover whole cake with cream. You can decorate with melted lotus cream on the top, some crushed lotus biscuit and biscuit. وبكده كيكتنا راح تكون جاهزة، وأتمنى إن شاء الله طعمها يعجبكم، وجميع اقتراحاتكم واستفساراتكم مرحب فيها على القناة. Now our cake is ready. Enjoy it. Your comment and subscribe always appreciated.